السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء الأجراف كامل، نرجو من الإخوة أصحاب رؤوس المال، أي واحد عنده مهنة، أي واحد عنده عمل ميسور الحال تمام، لا يبخل في الجمعية هذه، لا يبخل، ويتأكد على أنه إذا دفع مبلغ أكبر من اللي بنفسه بطرحها، فالله سبحانه وتعالى بيعوضه أكثر منها، وإحنا مجربين ذلك. كلنا معنا ما عمل خياطة، عسى الله يشيل معنا الحين ما معنا تمام. وأنت لما تدي مبلغ يعني محترم يقول الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يوفقك ويعطيك أكثر منه. ونتمنى من الأخوة لا يقصروا، لا يبخلوا في الجمعية هذه، عشان يعني أي واحد محتاج ضعيف، أحيانا واحد يعني فيه كلى مثلا، أحيانا يحتاج إلى زراعة كلى، زراعة كلى تكلف مبلغ كبير طبعا، يعني عندما يتكاتفوا الناس جمعة فتتسهل الأمر، بدل ما تكون على شخص واحد تتسهل الأمر، وربك يوفق والله سبحانه وتعالى يعوض بها أكثر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.